الناس غدا ان شاء الله هاد الناس يسيح ديال المحل ديالنا جديد. بغيتكم غدا ان شاء الله كلكم تجيو ديروا ليا هجوم على هاد المحل. هاد المحل كيمتاز بالجوده. هاد المحل عندنا البسه تركيه، عندنا البسه ديال فرنسا، وكذلك البسه من منتوج المغربي اللي حتى هو كيمتاز بواحد الجوده عاليه. كي قلت لكم فاطمه كتمتاز بالجوده وبالاثمنه مناسبه للجميع. الاثمنه ديالنا كتبدا ابتداء من 70 درهم، لا لا انا مسكين 70 درهم، سريعو سريعو، الكميه محدوده. طبعا الناس اللي غيجيو الاول ضروري مع الافتتاح ديال المحل ديال الجديد راه غادي ندير لهم واحد السوبريز. المهم الناس اللي ما شافوش الفيديو ديالي يبارطاجيو باش تعمل فائده، باش الناس كلشي يشوفو، باش الناس يجيو يشوفو الجوده اللي عندنا ان شاء الله. راه غادي نحط لكم لوكاليزاسيون ديال المحل، وغادي نوريكم المحل ديالنا فين جا. نتمنى ان الى جيتو عندنا ان شاء الله غدا تلقاو داكشي اللي بغيتو، تلقاو جوده وتلقاو احسن الاثمنه في المتناول الجميع. الى اللقاء الى غدا ان شاء الله، وغدا ان شاء الله راه غادي نديرو واحد لايف باش نعرفوكم على كاع السلعه اللي عندنا. السلامة، سلام انتقال. هذا هو جامع السنة اللي جا من المدن وكيسة، راه غادي يجي من هنايا فوالا هكا، وهنا كتواجد القيصرية. أنا غنوريكم دابا القيصرية، واللي غادي يجي على دومارس غادي يجي على دومارس وغادي يدخل من أحسن، لحقاش بعض المرات حنا ما كيكونش شي واحد اللي جاب الطونوبيل، راه كاين واحد الدخيلة تما، راه كاين فين يستاسيوني ويقطع الشانطي، وطبيعة الحال راه غادي يلقى القيصرية هنايا. القيصرية ديالتنا وهي قيصرية العبيد، جات نوريها لكم. ها هي قيصرية العبيد هي هادي، وهنا كاين مول بورتاب، غادي تدخلوا هنايا وغادي تلقاو المحل ان شاء الله. مرحبا بكم جميعا ان شاء الله غدا، ما تنساوش الموعد ديالنا.